إذن أستاذ صباح، أيهما سيكون أقرب إلى الرئاسة الإيرانية، التيار الأصولي المحافظ ولا التيار الإصلاحي؟ يعني أنا قلت سابقا، يعني قبل نحو 15 يوما أو 20 يوم، قلت بأن التيار يعني المحافظ هو سوف يكون له الحظوة، لأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة قاسية على المنطقة بأسرها، لهذا تحتاج إلى قوة تمتلك صلاحيات واسعة. نعم. يعني نحن اليوم إذا تحدثنا عن أيهما سيكون الأقرب، قلتها سابقا بأن يعني السيد جليلي وكذلك السيد قاليباف هما الأقرب، لكن بوجهة نظري أن قاليباف هو الأقرب بكثير من غيرهم، باعتبار أنه هو من يعني العمق التيار الأصولي في إيران، إضافة لأنه فيه ملامح المرحوم رئيسي، وكذلك هو لأنه عمل في أكثر من محطة كعمدة طهران وكذلك محافظ طهران وبعد ذلك رئيس مجلس النواب، وأيضا انتهاء ربما سينتهي بأن يكون هو رئيس الوزراء، فضلا عن أنه المرحلة تحتاج إلى شخصية يمتلك بالرصانة والقوة. ولا ننسى بأن هناك جمهور كبير من الحرس الثوري وكذلك من قوات التعبئة البسيج، هم لديهم أصوات كثيرة وقوية جدا، وأغلبهم من المحافظين، فأعتقد بأنه كفة الميزان ستكون للمحافظين، وربما يعني السيد قاليباف هو سيكون الأقرب. نعم.